اهلا وسهلا، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير، ويلقاكم هذا الفيديو في احسن الاحوال. اليوم ان شاء الله غندير معكم البريوات بالكفته والخضره بالجلبانه والبطاطا، وغندوزو المقادير. غنحتاجو نص كيلو ديال البصله، انا هنا كثرت البصله البنات باش تجيلي الكفته رطبه. غناخدو المقله غندير فيها ديك نص كيلو ديال البصله، وغنشحرها واحد شويه تتهبط ليا ديك البصله، ونزيد عليها الكفته. بالنسبه للكفته انا درت 400 غرام ديال الكفته، غنشحر ديك الكفته مزيان مع البصله، وندوزو للتوابل. بالنسبة للزيت البنات غادي ندير 4 حتى 5 ديال المعالق كبار ديال الزيت البلدية، وغندير الملحة، واحد معلقة صغيرة ديال الكمون، وشوية ديال السودانية، معلقة صغيرة ديال الفلفلة الحمراء، وشوية ديال الخرقوم. الخرقوم البنات انا درت غير نص معلقة صغيرة، وغنخلط كل شيء البنات مع ديك التوابل والكفتة. بعد ما خلطت الكفته مزيان مع داك التوابل، غادي نوليو دابا نديرو الجلبانه. بالنسبه لبنات الجلبانه انا طيبتها في الماء، سلقتها في الماء من قبل مع شويه ديال الملحه هي والبطاطا، وصافي. غادي نزيد دابا الجلبانه ونزيد عليها البطاطا. البنات البطاطا راني قطعتها قطع صغار هكا، جاوا مكعبات، جاوا مربعين. غنزيد واحد شويه ديال الزيتون مقطع، الزيتون الاخضر، وغنزيد واحد جوج معالق كبار ديال المعدنوس مقطع، وغنخلط ديك الكفته مع الخضره مزيان. نخليهم واحد 4 حتى 5 دقائق حتى يتشحروا ليا مزيان، تشحر لي ديك الخضره مع ديك البصله والكفته، وصافي نطفي عليها. بعد ما خليت ديك الخضره مع ديك الكفته تبرد لي، وعاد غنرجعوا دابا نعمروا البريوات ديالنا. انا خديت البنات الورقه ديال البسطيله ديال الورقه ديال الفيلو، وصافي غادي نقطعها بحال هكا كما كتشاهدوها في الصور. غنقطعها انا عبرت البنات باش يجيو لي البريوات مقادين، قطعتهم وراني كنهز جوج وريقات، وكندهنهم بشويه ديال الزيت نباتيه، وصافي. وكنطوي البريوات ديالي بحال هكا كيف ما كتشاهدوا البنات. بالنسبه للحشوه البنات كتجي ولا اروع البنات، مع ديك الدوق ديال الجلبانه والبطاطا والكفته ومع الزيتون، صراحه كتجي ولا اروع البنات، واحد الدوق فيها غتعجبكم، جربوها. وصافي غنستمر البنات تنكمل البريوات كاملين نعمرهم. بالنسبه للفران انا غادي نسخنو على 200 ونخليهم يطيبوا البنات مده 20 دقيقه، وديما كتبقى على حسب الفران ديال كل وحده. صافي البنات، بعد ما كملت العمارة ديال البريوات ديالي عملتهم في الطاوله اللي غتخلي الفران،
قبل ما ندخلهم الفران البنات، انا دهنتهم بشويه ديال الزيت وصافي البنات. بعد ما كيطيبوا ها كيف كيجيو، كيجيو ولا اروع البنات، ما غاديش نشكرهم لكم، راهم كيجيو زوينين بالخضره ومزيانين هكا الوليدات ديالنا ياكلوا الخضره يستفدوا منها. وصافي كنقدمهم هكا في الصحن التقديم البنات، وكنتمنى الوصفه تنال اعجابكم، وشكرا لكم، شكرا على الكومونتيغات ديالكم، شكرا على لي لايكات ديالكم وعلى الدعم ديالكم ليا، والله يوفق كل واحد يا ربي، وشكرا لكم، السلام عليكم، حتى الفيديو جديد ان شاء الله.